وانا التجار لو سمحتوا انهارا الى سعيد بدر المصري وكل شهداء الشعب المصري بدماء الشهداء ونقول لكم ان شعبنا الفلسطيني هو شعب السنين وشعب التحدي واكراما الى الشهيد المقاوم على البطل بدر المصري لناشدكم ايها التجار العزاء ايها التجار اغلاق محلاتكم اكراما الى الشهيد البطل بدر المصري. إذا مشاهدينا الكرام عبر شبكة جي ميديا هذه الحشود التي جاءت من كل صوب وحين إلى مدينة نابلس لتشيع الشهيد بدر المصري الذي ارتقى ليلة أمس برصاص الاحتلال أثناء اقتحام الاحتلال لقبر يوسف. يعني الشهيد بدر المصري كان قبل عام من الآن وفي مثل هذه الأيام يحتفل بنتيجته وبنجاحه بالثانوية العامة ليلة أمس، وبعد منتصف الليل ارتقى الشهيد بدر المصري متأثرا بإصابته التي قد أصيبها من قبل قناص الاحتلال أثناء اقتحام قوات الاحتلال إلى منطقة قبر يوسف. في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس
هذه هي الصورة في مدينة نابلس في اليوم بعد ارتقاء الشهيد بدر المصري 19 عاما. كما ذكرنا من قبل أن الشهيد بدر في مثل هذه الأيام وقبل عام كان يحتفل بنتيجته في الثانوية العامة، وهو قد ارتقى ليلة أمس برصاص الاحتلال أثناء اقتحامهم لقبر يوسف. نصل وإياكم إلى نهاية هذه النافذة من مدينة نابلس، كنتم معنا عبر شبكة جي ميديا.